ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم، لا تتخذ الدين مهزلة أو لعب، بل عليك أن تتمسك بالدين وأن تحترم الدين وتعظم الدين، ولا تتخذه مهزلة وملعبة، فإن هذا فعل المنافقين والفساق. عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهل الدين. نعم. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الله جل وعلا قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين، ويسمونها الأناشيد، يسمونها الأناشيد والمراشد والقصائد، وينشدونها يتقربون بها إلى الله، وهي من الأغاني والطرب المحرم، وهو من اللهو المحرم. يدخل في هذا، ويدخل فيه من باب أولى الذين يميلون إلى الشهوات وما تهواه أنفسهم، ويعطون أنفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين. هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا، هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. نعم. ولا تكن من قوم يدخل فيه الفساق الذين لا يبالون بأمر الدين ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم ورغباتهم، ويدخل فيه العباد من الصوفية الذين أدخلوا في العبادة ما ليس منها، بل أدخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص، ويتخذون هذا دين، والقصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم. فهذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. نعم.